وأخيرا رح نبلش بالمسلز. كل مسل رح نعرف عنها أربع شغلات اللي هي الأوريجين، الإنسيرشن، والإنرفيشن، والمين أكشن. وبعض المسلز رح نتعرف شلون نسوي لها التست عن وجودها، عن الفونكشن مالتها. بهذا المعنى نبلش بالمحاضرة. مساء النور شباب وبنات كل اللي قاعد يتابعوني. اليوم إن شاء الله محاضرتنا راح تكون عن البكتورال مسلز. البكتورال مسلز هي المسلز الموجودة بالبكتورال ريجن. احنا سبق وأن تعرفنا عن البكتورال ريجن بالضبط هي شنو. اليوم راح نتعرف عن الأشياء الموجودة تحت السكن من البكتورال ريجن بهذا المعنى. وراح نبلش اليوم بالمسلز، وإن شاء الله بالمحاضرات القادمة راح تتوالى المحاضرات وراح نتعرف على النيرز والفيسلز، راح نتعرف عن المسلز الموجودة وكل السوفت تيشو الموجودة إن شاء الله بالأبر لم بشكل عام. مثل ما قاعد نشوف أن هذه البكتورال ريجن، هذه الرقم 3 هي عبارة عن البكتورال ريجن، هذه المنطقة كلها المحددة بهذا الداشت، أوكي داشت لاين، أوكي اللي لونه أزرق. عندنا طبعا هذه الصورة إلى حد ما أوضح عن البكتورال ريجن، فهذه كلها مثل ما قاعد نشوف هي عبارة عن البكتورال ريجن. كأوفر فيو عن البكتورال ريجن، احنا عندنا فور، طبعا هاي التسمية ركز بها شوية لأنه إلها أهميتها حتى من تنذكر بمصادر أخرى من تجي مثلا بالامتحان احنا نعرف شنو قصد بيها. Anterior axio appendicular muscles قصد بيها البكتورال muscles، أيضا thoraco appendicular muscles أيضا قصد بيها البكتورال muscles بهذا المعنى، وهن فور muscles. أول شيء البكتورالس ميجر، وبعدها البكتورالس ماينر، والسبك ليفيس مصل، وأدنى السراتس أنتيرير. ذني الفور muscles اليوم رح نتعرف على كل وحدة من أدهن، رح نعرف الأوريجين والإنسيرشن والمين أكشن والإنرفيشن والأكيد يعني السايت وين موجودة بالضبط، البوزيشن مالتها، وهذا الشيء مهم، وأيضا الريلاتيف بوزيشن أيضا رح نتعرف عليها بهذه المحاضرة. وبعض المسلز رح نتعرف شلون نسوي لها التست، أن تيست عن الفونكشن مالتها، هل هي فونكشنال ولا عندها لوز سم اوف فونكشن، يعني سم اوف فونكشن مالتها اكو لوز ولا لا. هذا اللي راح نتعرفه عن ذني المسلز بهذه المحاضرة. طبعا مثل ما قاعد نشوف ان هذه البكتورال البكتورالس ميجر مسل، هذه هي لونها احمر طبعا مبينه. طبعا الاتاتشمنت مالتها راح يكون هو الكلافيكال الهيومرس ويرجع للاسترنم، وشويه طبعا الكوستال كارتلج هنا راح تتصل بالكوستال كارتلج. هنا نقطه لطيف انه نعرفها، اتجاه المسل صاير او طريقه الاتصال، وكانه المسل هي مو كانه هي بالحقيقه هيجي جايه من هنا المسل تتصل ب، يعني جاي من الكلافيكل تتصل بالهيومرس وبعدين ترجع للاسترنم وتتصل بكل هذه المنطقة الاسترنم والكوستال كارتلج وإلى آخره. فاتجاه المصل راح يكون اتجاه المصل فايبرز راح يكون بهذه الطريقة. هاي نقطة لطيفة انه نعرفها، بعد شوية راح يعني تساعدنا بالتذكر بنفس الوقت انه هي معلومة لطيفة، وبعد شوية تساعدنا بانه نتذكر شنو الاتاتشمنت مال المصل. أدنى طبعا هذه أيضا صورة أوضح إلى حد ما عن المسلز، مثل ما قاعد نشوف هذه البكتورالس، هذه كلها هي البكتورالس ماينجر. البكتورالس ماينجر تتكون من جزئين، أوكي من جزئين. الجزء الأول اللي هو الكلافيكولار هيد، هذا الجزء نأشر عليه بالرسم أفضل، أوكي هذا الجزء، هذا الجزء المفصول مثل ما قاعد نشوف، هذا الجزء هو الكلافيكولار هيد، اوكي الكلافيكولار هيد اوف بكتورالس ماينجر. هذا له فانكشن تختلف عن هذا، ولكن هو كله نفس العضله، هو كله نفس العضله، ولكن يبدو وكانه انه هذا الهيد او هذا الجزء مفصول عن هذا الجزء بهذا المعنى. وبعد شوي راح نشوف انه الاكشن الى حد ما كانه مفصول، كانه هي عضله ثانيه، ولكن بالحقيقه هي نفس العضله،
اوكي لها نفس الانرفيشن، لها نفس البلد سبلاي والى اخره. عندنا الاسترنال، اوكي الاسترنال كوستال هاد، استرنال كوستال يعني معناتها متصل بالاسترنم ومتصل بالكوستال، الكوستال كارتلج اللي هي الريبس بارت من الريبس الموجوده اللي هي الفيفث والسيكست ريب، اوكي ريبس الموجوده هنا بالضبط تقريبا، وطبعا تتصل عن طريق الابنيوروسس، وهذا الابنيوروسس متصل مع الابدامينال ابنيوروسس. هنا اكو بالابدمن ابنيوروسس، والابنيوروسس هو يعني عباره عن اتاتشمنت، اوكي مثل الليجمنت النوع الثاني اكو شيء اسمه ليجمنت واكو شيء اسمه ابنيوروسس، اوكي فهو هذا الابنيوروسس. ايضا العضله متصله بالهيومرس، كل سو يعني كلا الهدين البوث هيدز اوكي متصلات بالهيومرس. مثل ما قاعد نلاحظ ايضا عندنا هذه الدلتو بكتورال تراينجل، هذا نتذكر هنا وهذا الدلتو بكتورال جروف ويكمل حتى يصير تراينجل، واكيد عندي هذا السيفاليك فين بهذا المعنى. عندي طبعا هنا هذه الصوره توضح لي المسل اتاتشمنتس. المسل اتاتشمنتس يتركز ب 3 بونز، اوكي 3 بونز بشكل اساسي. اول بون اللي هو الكلافيكل، الكلافيكل طبعا راح تتصل بالانتيرير انتيرير سيرفيس اوف ذا ميديال، ميديال 1 هاف اوف ذا كلافيكل، يعني هذا الجزء هو الميديال 1 هاف، اوكي وهذا هو عباره عن الانتيرير سيرفيس okay of the clavicle. راح يتصل طبعا الكلافيكولر هيد اوف ذا اوف ذا بكتورالز ميجر، يكمل طريقه يجي يتصل باللاترال ليب، اوكي لاترال ليب اوف ذا بايسيبيتال جروف او انتر تيوبركولر جروف بهذا المعنى. فراح يتصل باللاترال ليب يعني بابعد نقطه، اوكي الموست لاترال بارت اوف ذا بايسيبيتال جروف بهذا المعنى. يرجع بعدين يتصل بهذه الاسترنم، اوكي الاسترنم مثل ما قاعد نشوف هذا الاسترنم، وذني التوربس او التو كوستال كارتلج، اوكي ذني التو كوستال كارتلج اللي هو الفيفث والسيكث، اوكي باي ابنيوروسس. طبعا مثل ما قاعد نشوف هنا الاحمر او الوردي، هو المفروض احمر بس انا صار لونه وردي يعني، اوكي هذا الاوريجن والانسرشن. فكره الاوريجن والانسرشن يعني معناته الاوريجن راح يصير ثابت والانسرشن هو اللي يتحرك، فهاي المنطقه كلها تمثل الاوريجن مال البكتوراليز مينجر، والانسرشن هو فقط اللاترال ليب اوف بايسيبيتال جروف بهذا المعنى. هاي فكرة الاتاتشمنت. ضروري نفهم الاتاتشمنت لانه ببساطة يعني اذا حفظنا الاتاتشمنت واحنا نعرف انه المسلز فقط تسوي كونتراكشن، فمن تسوي كونتراكشن شنو الاكشن اللي راح تسوي، راح نقدر نستنتج او راح نقدر نسوي كونكلوجن للاكشن او المين اكشن اوف ذا مصر بهذا المعنى. فانه من الضروري حفظ الاتاتشمنت، ومن الضروري ايضا الاتاتشمنت ينفعنا بالريلاتيف بوزيشن، وهذا الشيء راح نتعرف ان شاء الله خلال المحاضره شنو قصدي بالريلاتيف بوزيشن. طبعا هذه صوره سابقه احنا متعرفين عليها، البروكسيمال اتاتشمنت اوف كلافيكولار هيد. كلافيكولار هيد مثل ما قلنا يتصل بالميديال 1 هاف اوف ذا انتيرير سيرفيس اوف ذا كلافيكل، وهذا هو الميديال، الميديال 1 هاف وهذا هو الانتيرير سيرفيس، طبعا هذا السوبيرير وهذا الانفيرير، وقاعد نلاحظه من هذه النقطه بهذا المعنى. ايضا عندي هنا الدستال اتاتشمنت او الانسرشن، مثل ما قاعد نشوف هنا راح يصير الانسرشن اوف ذا بكتوراليس مينجر مسل. طبعا هنا الرسم من بين انه وكانه البايسيبتال جروف كبير لهالدرجه، ولكن هو مو كبير لهالدرجه اساسا، انه عندنا هنا 3 مسلز راح يتصلن، يعني بالمستقبل بنشوفهم بالمختبر، راح نعتقد وكانه هن عباره عن يعني 1 ليجمنت، ولكن هي بالحقيقه مو 1 ليجمنت، لا انه كل وحده ليجمنت، ولكن لانه قريبات من بعض يبين وكانه كلهن 1 ليجمنت، ولكن اكو فاصل بيناتهم اذا ركزنا نلقى فاصل. فالبكتوراليس ميجر راح تكون باللاترال، اوكي لاترال ليب اوف بايسيبيتال جروف او انتر تيوبركولر جروف بهذا المعنى. طبعا عندنا الانرفيشن، النيرفز اللي تغذي البكتوراليس مينجر هي اللاترال اند ميديال بكتورال نيرف،
نيرفز. هنا طبعا شنو هو اللاترال، شنو هو الميديال، ومين يجي، وشنو تفاصيله. الان انا ما مركز على التفاصيل، والسبب انه من ناخذ البراكيال بلكسز اللي هي بالاكزيلا راح نعرف تفاصيل النيرفز اكثر. الان يعني ماكو غايه من انه نقعد نتفصل، لانه راح تصير خلط بالمعلومات، والاناتومية يعني جزء لا يتجزأ. فشوي شوي راح نتعرف، وبعدين راح تكون اكو مراجعات اللي تخلينا انه نتمكن من الشيء اللي قاعد نقرأه او ندرسه. الروتس، فكرة الروتس شنو؟ الروتس انا شرحت عنها مسبقا يعني باول محاضرة، المحاضرة اللي سبقت هاي، وشرحت ايضا بالجنرال اناتومي عن الروتس. فالروتس المفروض تكون واضحة. الكلافيكولار هيد طبعا يتم تغذيته من C5 والC6، ولكن هنا ليش مأشر بالاحمر؟ مأشر بالاحمر لان ذني المين، يعني مثلا اذا انضرب C5 فهي مو ضربة قاضية للكلافيكولار هيد، ولكن من ينضرب عندي C6 يعني هي عبارة عن ضربة قاضية، يعني ممكن هنا يشكل مثلا 80% من الانرفيشن، وهنا مثلا 20%. الاسترنوكوستال هيد ايضا عندي C7 C8 و T1، فطبعا C7 والC8 هن المين، أوكي، شكلا أكثر من 80%، وهذا يشكل خلينا نقول 10% 15% بهذا المعنى. لو نلاحظ إنه سواء كان الكلافيكولار هاد ولا الاسترنوكوستال هاد، كل البكتورالس ميجر يتم تغذيتها بالC5 C6 C7 C8 T1، وهي ببساطة هي كل البراكيال بلكسز، ولكن المين هن C6 C7 C8. هاي النقطة مال المين مهم انه نفهمها، لانه بعدين احنا راح يعني نركز على المين، ما راح نركز على انه اكو C5 و T1 بهذا المعنى. طبعا الان راح نتعرف على المين اكشن اوف بكتيرالز ميجر. الان احنا عرفنا انه المصل الاتاتشمنت مالتها هو الكلافيكل، الكلافيكل موجود هنا، والاسترنم والكوستال كارتلج، هذا البروكسيمال اتاتشمنت مالتها. الديستال اتاتشمنت راح يكون عندنا الهيومرس، اوكي الهيومرس. فببساطة انه يعني مجرد اساسا قبل ان نعرف شنو المين اكشن، قبل ان ندرسه، نتخيل انه هاي العضلة قاعد تتقلص، اوكي، او انت اساسا هسه حاول تقلص هاي العضلة. ببساطة لما راح تحاول تقلص هاي العضلة راح تجيب الهيومرس، اوكي، لناحية الميديال، اوكي، بهذا المعنى. فبما معناته انه احنا راح نقدر نستنتج الاكشن مال هاي المصل مجرد معرفتنا الاوريجن والانسرشن. لهذا السبب صراحة انا اركز على الاوريجن والانسرشن، لان يخدمني بنقطتين مهمات. اول نقطة الاكشن هو شيء مهم، والنقطة الثانية الريلاتيف بوزيشن. الريلاتيف بوزيشن مهم بالجراحة، انه اعرف انه هاي مثلا المصل، ما راح اعرف انه الاتاتشمنت مالتها صاير كل هاي المنطقة، واللاترال ليب اكيد راح اعرف انه هي انتيرير مثلا لعضلة معينة بهذا المعنى. هاي ريلاتيف بوزيشن، هاي اهمية الريلاتيف بوزيشن. فاول شيء نبلش انه الاكشن الاولى اللي هي ادكتس. ادكتس شنو معناتها؟ هاي ابدكشن، هاي ادكشن يعني راح تعمل هاي الحركة بهذا المعنى. وميديال روتيتس، هاي بهاي الحالة من اسوي هيك، يعني قاعد اسوي ميديال روتيشن. اكو نقطة انه اكو اختلاف على هاي الحركة، هاي الحركة بالضبط شنو؟ اوكي، هاي الحركة طبعا انا اللي اعرفه انه هي هاي الميديال روتيشن، كان اساتذتنا بلبنان يقولون عليها هاي الميديال روتيشن. اكو لا يسموها انتيرير، يعني انه موف ذا هيومرس انتيريرلي، يعني حسب المصادر تختلف بهاي النقطة، ظاهر ما متفقين يعني على هاي النقطة، ولكن انا اللي اعرفه انه هاي هي ميديال روتيشن. احد الطلاب قال هاي عبارة عن ادكشن، اوكي ادكشن، لانه قاعد تقربها من الميديال من الميد لاين. ممكن صراحه نختلف مع هاي النقطه، لكن ممكن ان يكون اكو اختلاف يعني بهاي الحركه صراحه، ولكن المهم انه عندنا هاي ميديال روتيشن وعندنا هاي ادكشن. اوكي، عندنا النقطه الاخرى اللي هي دروس، يعني راح تجذب، اوكي، السكابولا انتيريرلي اند انفيريرلي acting alone. شو معناتها؟ معناتها انه السكابولا، الان اني هاي المصل، اوكي، لاحظوا انه راح يصير بها شوية تقلص، ما اعرف اذا واضحة لكم ولا لا، ولكن السكابولا صاير يعني ورا الثوراسك، اوكي، ورا الثوراكس. فاني من اريد اجذبه anteriorly، اوكي، راح اجذبه anteriorly، يعني اسوي له protrusion او protraction، اوكي، فراح اجذبه لهنا، ما راح اجذبه المصل، هاي هي اللي راح اجذبه،
اوكي هي اللي راح تجذبه، هي ما متصله بي، ولكن من خلال انه اليومرس متصل مع الاسكابيولا فراح تجذبه لقدام. هاي الفكره يعني. اما فكره انه هي تحرك انفيريرلي شنو قصده بها؟ يعني انه تسحبه للاسفل، اوكي تسحبه للاسفل، اسوي له ديبريشن للاسفل. مثل ما قاعد نشوف انه انا من هاي الحركه قاعد تخلي هسه لو انتم يعني كل واحد يمثل على نفسه انه يخلي ايده هنا وينزل الجو يشوف انه العضله قاعد تتقلص. هاي الفكره يعني. فالفكره الاول نقطه ان هي تسوي ادكشن وتسوي ميديال روتيشن، وهاي الحركه ايضا هي مسؤوله عنها، وايضا تخلي السكابيولا يتقدم لقدام يصير له بروتروجن او يصير له يعني يتقدم انتيريرلي، دروز السكابيولا انتيريرلي او انفيريرلي يعني تنزل هيك لجوا بهذا المعنى. عندنا ايضا الكلافيكولار هيد راح يسوي فلكشن لليومرس. فلكشن للهيومرس هي هاي الحركه، هاي الحركه تعتبر فلكشن للهيومرس. ويسوي ايضا اكستنشن العضله نفسها اللي هو الاسترنوكوستال هيد، راح يسوي اكستنشن يرجع للوضع الطبيعي. يعني هاي الحركه راح تسوي اللي هي بالكلافيكولار هيد راح تسوي فلكشن للهيومرس او للشولدر جوينت، فلكشن للشولدر جوينت. الهد الثاني اللي هو الاسترنوكوستال هد راح يرجع لمكانه، يعني راح يسوي له اكستنشن يرجع للنقطه الاساسيه من ما بدت الحركه. هذا المين اكشن لهذه المسلز. اما هاو تو تيست ذس مسلز، فالتيست راح يكون على نقطتين. النقطه الاولى انا عندي الكلافيكولار هد شلون اسوي له تيست، وعندي الاسترنوكوستال هد شلون اسوي له تيست. بالنسبة للكلافيكولار هاد انه انا راح ارفعها بزاوية 90، ارفع اسوي ابدكشن at 9 degree. وشنو اللي راح اسوي؟ against resistance، يعني راح واحد شخص راح يخلي ايده هنا وراح يخلي هادشي هنا، واني راح اجذبها، اوكي يعني راح اجذب الهيومرس anteriorly، يعني راح اسوي هاي الحركة، اوكي. ولكن اكو لازم against resistance حتى اشوف اختبر قوة العضلة، اختبر انه هي functional، اكو بيها function ولا لا. هاي النقطة. النقطة الاخرى عندنا اللي هي ال sternocostal head، ارفع بنسبة يعني اسوي له abduction، اوكي abduction بنسبة 60 degree، اوكي بزاوية 60 درجة. وشنو اللي راح اسوي له؟ راح اسوي له ادكشن، اوكي يعني ادكشن ولكن against resistance. يعني شخص راح يخلي ايده هنا جواي، قوم انت تعال، انت تعال خلي ايدك جوا هنا، يعني ثبت ايدي وانا راح انزل. هي هاي الفكرة، اوكي هاي هاو تو تيست ذيس مسلز. طبعا التيست هو شغل الكلينيكال اناتومي، شغل الكلينيكال براكتس، ولكن يعني لطيف ان نتعرف على التيست شلون يتم. ننتقل للعضله الثانيه. مثل ما قاعد نشوف البكتوراليس ماينر مسل، هذه العضله لطيفه خفيفه ظريفه. مثل ما قاعد نشوف هي هاي العضله، شكلها طبعا مثل تراينجل او بيراميدال، بيراميدال ان شيب، يعني شكل هرمي او يعني تراينجل نفس الشيء تقريبا، اوكي. فمثل ما قاعد نشوف هي هاي العضله. الاتاتشمنت مالتها طبعا راح تكون بالثيرد فورث فيفث ريبس، اوكي. طبعا هذه هنا هي العضله مبينه بشكل دقيق لانه مثل ما قاعد نشوف يعني الفاشه مغطيتها، ولكن هذه راح تكون هي عباره عن الكلافي بكتورال فاشه، اوكي الفاشه اللي تسوي انفستنج للبكتوراليس ماينر وايضا للسب كليفيس ماسل، وايضا تكون السسبنسري ليجمنت اوف اكزيلا. هذه الفاشه اللي تعرفنا عليها بالمحاضره السابقه، ولكن احنا اللي نريده هي هذه البكتوراليس ماينر. مثل ما قاعد نشوف انه هذه هي البكتوراليس ميجر، احنا سوينا لها يعني هذا البكتوراليس ميجر مسل. مثل ما قاعد نشوف هذه قطعه من عندها وهذه قطعه من احنا، انا قصيناها، اوكي قصيناها، اعتبرناها مثل الكيكه وقصيناها من هاي الناحيه، فشلناها هاي كل هاي المنطقه كانت كلها شغلتها البكتوراليس ماينر. فمثل ما قاعد نشوف نستنتج من هذا ببساطه انه البكتوراليس ماينر از ديب to pectoralis major أو posterior to pectoralis major، تعطي نفس المعنى.
أو ممكن نقول internal tuberculosis major، كلها يطل نفس المعنى تقريبا. أوكي، هذه الفاشة، وهذه طبعا عندنا هذا السيفاليك فين. كي هذا السيفاليك فين، طبعا هذا الأكزيلاري الأكزيلاري فين. هنا أكو بلاوي زرقاء وبلاوي حمراء وكل شيء نتعرف عليه إن شاء الله بالمستقبل. طبعا هذا المصل أتاتشمنت، هي نفس الصورة حطلعها بكل المصلز بصراحة يعني. طبعا هذه هنا مثل ما قاعد نشوف، هذه هنا راح تكون من هنا تبلش، هذه وهذه وهذه راح تكون البكتيراليس ماينر، الاتاتشمنت مال البكتيراليس ماينر راح تكون بال ثيرد فورث فيفث ريبس. اوكي، هذا شنو ال راح يكون الاوريجن او البروكسيمال اتاتشمنت. الديستال اتاتشمنت راح يكون هذا، اوكي، بهذا المعنى. طبعا هنا فكره الدستل والبروكسيمال اتاتشمنت او فكره الاوريجن والانسرشن تختلف حسب الموفمنت. انا تحدثت عن هذا الشيء بالجنرال اناتومي، فلازم تحضرون جنرال اناتومي حتى يعني تكون واضحه. عندنا طبعا هذا راح يكون الانسرشن او الدستل اتاتشمنت بهذا المعنى مثل ما قاعد نشوف. هاي كل الفكره بالمصل اتاتشمنت اوف بكتيراليس ماينر. مثل ما قاعد نشوف دني. اوكي، عندنا هنا طبعا بين فقط الديستال اتاتشمنت اللي هي راح تكون بالكاركويد بروسس. اوكي، بهذه الكاركويد بروسس، وراح تكون بالسيرفيس اللي تكون ميديالي. اوكي، سوبيريور. اوكي، سوبيريور شوي من السوبر شوي من الميديال سيرفيس من الكاركويد بروسس. احنا الكاركويد بروسس يعني ما اخذنا يعني السيرفيسز مالته وما اخذنا تفاصيل كثيره عنه، ولكن مجرد انه يعني نتذكر هنا، ما مطالبين بالضبط احنا ناخذه بشكل دقيق يعني، ولكن نتذكر انه هي موجوده هنا. نتذكر المهم انه الرسم ينطبق بذاكرتك، هو هذا الفكره. فاذا الرسم كله راجعهن زين، لازم طبعا. اوكي، عندنا ايضا الانرفيشن، النيرفز راح يكون الميديال بكتيرال نيرفز. اوكي، هو الميديال بكتيرال نيرفز هو اللي راح يغذيها، وعندنا الروتس راح تكون السي 8 والتي 1. السي 8 والتي 1 اثنين يعني راح يكون نفس الانرفيشن. اوكي، يعني هاي 50 وهاي 50 بهذا المعنى، اثنين مين يعني، اثنين مين. طبعا بالبكتيراليس ميجر راح نتعرف ايضا على المين اكشن. اول شيء stabilizes scapula by drawing it inferiorly. Okay, and anteriorly. طبعا نتذكر نقطة مهمة، الاتاتشمنت. الاتاتشمنت وين صاير؟ الاتاتشمنت هي بالثيرد والفورث والفيفث ريبس. Okay، بعد هاي البروكسيمال. الدستر راح تكون بالكاركويد بروسس. اوكي، بالكاركويد بروسس، او الاوريجن بالربس والانسرشن راح تكون بالكاركويد بروسس. فاذا سوت كونتراكشن تاثيرها وين راح يكون؟ تاثيرها على نقطتين، على الربس وعلى السكابيولا. فهي شنو اللي راح تسوي؟ راح تجذب السكابيولا، اوكي، يعني باتجاه الثوراكس. اوكي، وتجذب ايضا انفيريرلي، لانه هي صايره هيج، فراح تجذب انفيريرلي وانتيريرلي نفس الوقت. هاي الحركة أو المسلز، هاي المسلز اللي هي مثل البكتيراليس ماينر، راح نشوفها شوية السبك ليفيس. الغاية الأساسية منها هي الاستابيلايزيشن، أوكي، إنه تثبت. يعني مثلا إنه تكون مثلا اللاتسمس دورسي اللي هي عضلة كبيرة وضخمة وتحمل أوزان عالية، إنه راح تجذب وزن معين. أوكي، البكتيراليس ماينر مثل ما قلنا راح تشتغل سينرجست أوقات معينة، راح تشتغل فيكسيتر بأوقات معينة. فبهذا المعنى يعني، بهذا المعنى، فوظيفتها أنه تثبت، وظيفتها أنه تساعد بالحركة. ما راح تسوي هي الحركة الأساسية، ولكن راح تساعد بها. هاي النقطة المهمة. ننتقل للعضلة الثالثة وهي السبك ليفيس مصل. طبعا مباشرة أول ما أشوف أكو لحمة جوا الكلافيكل نقول عليها هي عبارة عن السبك ليفيس، لأنها تكون مباشرة تحت الكلافيكل، تتصل بالكلافيكل بالميديال 1/3. سوري، الميدل اوكي، اللي يصير الانترميديت ما بين الميديال 1/3، يعني بالنص الاسكاب، بالنص الكلافيكال بلا كثر كلام. راح تتصل بالسبكليفيان جروف. اوكي، هاي راح تكون طبعا حسب الدستل او بروكسيمات، سوري، حسب الانسرشن ولا الاوريجن، على حسب الاكشن مالتها. وراح تتصل ايضا بالربس، هذه الربس، اوكي، او هذا الجنكشن اللي قاعد يصير ما بين الكوستال كارتلج والفيرست كوستال كارتلج والفيرست
رب، هذا الجنكشن هي راح تتصل هنا بهاي النقطة. طبعا هذا يوضحها أكثر، إنه هنا يوضحها أكثر. هو معتبر إنه الأوريجين هي السب كليفيان جروف، ومعتبر الإنسيرشن هي هذا الفيرست جنكشن اللي صار ما بين الفيرست كوستال كارتيلاج والفيرست ريبس، الفيرست ريب بهذا المعنى. يعني هو معتبر إنه الأوريجين هنا والإنسيرشن هنا، لكن بأوقات معينة يكون الأوريجين هو هذا والإنسيرشن، يعني حسب الأكشن. هاي الشغلة وضحتها مسبقا. عندنا طبعا هذا هنا يوضح عندنا هذا الانسيرشن مثل ما قاعد نشوف of subclavius muscle. طبعا الانرفيشن هو نيرف to subclavius، النيرف هيج اسمه، مو انه قاعد اني لا، هو نيرف هيج اسمه، نيرف to subclavius هذا اسمه يعني. ايضا عندي الروتس راح تكون C5 هي المين والC6 مساعدة لها، اوكي بهذا المعنى. then الروتس وهذا النيرف. المين اكشن طبعا مال البكتيريا مال السبكليفيس افورد سم بروتكشن، اوكي بروتكشن تو وات تو سبكليفيان فيسلز. اوكي شوف، من ينكسر، من يصير عندي كلافيكولار فراكتشر، من يصير كسر بالكلافيكال، شنو اللي راح يصير؟ الكلافيكال ممكن يؤذي السوفت تيشو الموجوده الموجوده ديب الى مباشره، او موجوده انفيرير الى حسب، يعني لو ديب لو انفيرير. فاللي طبعا من الستراكشرز السوبيريور ترانك اوف براكيال بلكسس راح اتعرف عليها بالمستقبل، والسبكليفيان فيسلز اللي هن الارتري و والفينز، اوكي الفين والارتري، فهنا راح يتأذن. فحتى اكو بروتكشن، اكو لازم شيء يسوي بروتكشن، فالسبكليفيس تسوي بروتكشن. هاي يعني تعتبر احد الوظائف المهمه للسبكليفيس مصل. طبعا يعني من ذكر دكتور رمضان اللي درسني، من ذكر انه السبكليفيس شنو الفانكشن مالتها، يعني احنا نقول انه هي المصل تسوي كونتراكشن وتجذب مثل ما قاعد نشوف، the subclavius anchor and depresses the clavicle stabilizing it during movement of the upper limb. بشكل اساسي يعني هي يقول الغايه الوظيفه الاساسيه اللي اتفقوا الاناتومست مؤخرا ان تكون هي البروتكشن، اوكي للسوفت تيشو الموجوده تحت الكلافيكال لما يصير عندي كلافيكولار فراكتشر. ايضا it also helps us resist، اوكي تقاوم the tendency for the clavicle to dislocate. يعني بشكل اساسي الغايه الاساسيه من هاي العضله تشتغل كايزو ماتريك. ايزومتريك يعني مجرد تثبت، اوكي مجرد تسوي ستابلايزنج، سواء لما ينكسر الاسكابيول الكلافيكال، سواء لما مثلا انه بحركه الابر لم نسوي له فقط ستابلايزيشن، او انه مثلا لما يكون يتعرض لتروما، او انه مثلا يشيل اوزان عاليه، فاتحافظ على هذا الاسترنا كلافيكولار جوينت اللي هو موجود ما بين الاسترنم والكلافيكال، تحافظ عليه حتى ما يصير له ديسلوكيشن. يعني هاي الغاية الأساسية من هاي العضلة. طبعا ما عدنا عن هاي العضلة، ما عدنا تيست، لأنه ما أقدر أسوي لها تيست، يعني ما نعرف شلون أساسا أسوي لها تيست، فبالنهاية ما لها، من كل عضلة لها تيست. آخر عضلة راح تكون ويانا اللي هي السيريتس أنتيرير مصل. مثل ما قاعد نشوف هذه هي العضلة راح ترتبط طبعا هنا 9 أكو variation، أوكي هي بشكل أساسي بأغلب البشرة تكون من الفيرست للأيث، أوكي أيث اكو فاريشن تكون من 2 لل 9، يعني حسب اكو فاريشن، ولكن هي بشكل اساسي تكون من الفيرست للايث، يعني هنا أنا او هنا، اوكي بهذا المعنى. هنا طبعا هذه موضحه اكثر، اوكي موضحه اكثر انه هي هذه السيريتس انتيرير راح ترتبط بالريبس، اوكي هذه تعتبر الـ يعني الديستال، اوكي او البروكسيمال اتاتشمنت، او الاوريجن مالتها هي الريبس. اما الانسرشن طبعا هذه السيريتس انتيرير مثل ما قاعد نشوف، هذه موجوده هنا، هاي هنا، اوكي هي هاي السيريتس انتيرير. هنا طبعا هذا قاعد يوضح انه هذه هي الاوريجن، اوكي الاوريجن مالتها اللي هي الاوريجن الحمراء. اما الانسرشن هذا راح تكون الميديال بوردر اوف ذا او الانتيرير اسبيكت اوف ذا
medial border of the scapula وأيضا بالinferior angle the anterior aspect of the inferior angle بهذا المعنى. طبعا المصل الانرفيشن النيرفز مالتها راح يكون اللونج ثوراسيك نيرفز والروت مالتها راح يكون C5 C6 C7 المين طبعا C6 وC7. طبعا المين اكشن اوف ذس مسلز اوف ذس مسل مثل ما قاعدين نشوف بروتراكت يعني شنو يعني سو بروتراكشن يعني سو بروتروجن شنو معناتها هاي الحركه مال السكابيولا تعتبر بروتروجن انه حركه مثلا هذا فكي انه احركه لقدام هذا يعتبر بروتروجن هاي الحركه اسمها بروتروجن وهذا احنا حاجين عنه بالجنرال اناتومي. Against thoracic wall يعني thoracic wall احنا نعرف شنو thoracic wall thorax يعني القفص الصدري فهي راح تسوي بروتروجن يعني راح تحرك لي قدام طبعا انا قاعد احرك كتفي ولكن سكابيولا قاعد يتحرك يعني اسم عليه قاعد احرك السكابيولا ولكن ما قاعد يبين لانه هو اساسا صاير ورا thorax. Rotates the scapula هذه الحركه اللي تصير هيجي اوكي هاي الحركه تساعد بها ايضا السيراتس انتيريور اذا صار عندي ديفكت باللونج thoracic نيرف. اللونج ثوراسيك نيرف احنا طبعا بهذه المين فانكشن احنا راح نسوي لها تيست بعد شوي راح نشوف شلون نسوي لها تيست والتيست الاساسي انه نريد نشوف اللونج ثوراسيك نيرف شغال ولا لا بهذه الحركه انه اذا ردت انت تسوي هاي الحركه اوكي بنقطه معينه اذا عندك مشكله بالسيراتس انتيرير ما راح تقدر يعني ما راح تقدر توصل ايدك لهنا أنا. اوكي هاي ما راح تقدر تسويها اذا عندك مشكله بالسيراتس يعني هي اللي راح تسوي روتيشن يعني هذا مو السكابيولا راح تسوي له روتيشن بهذه الطريقه بهذا المعنى. طبعا التست هاو تو تست ذا مسل عندنا اول شيء تو تست ذا مسل احنا شو نسوي نجيب الشخص نخلي ايده على يعني على الحائط اكو حائط معين نخلي ايده نخليه يدفع شوية من راح يدفع راح يبين عندنا هنا اكو مثل الفينجرز يعني مثل شكلها اساسا العضة حشتنا قبل شوية اساسا سراتس معناته انه مثل منشار راح تكون مثل اصابع فينجرز راح تبين على الربس كالربس الموجودة هنا فراح نقدر نتحسسها اوكي وبالمستقبل راح نتعرف على انه احيانا مثلا اذا كان مشكله ديفكت بالسيراتس انتيرير للسكابيولا من ورا راح يرتفع فراح نشوف انه اكو بروز السكابيولا بارز فهذه ايضا نقطه نقدر نفحص فيها العضله ولكن هي بشكل عام اللي ذاكره بمور انه هاو تو تيست هي بينها بهذه الطريقه اوكي التست او شو نسوي تست لكل مصل هذا ما يختص بكتب الاناتومي تختص بكتب الكلينيكال براكتس اوكي وهذا الشيء مثلا يعني اكو يعني كتب هواي تشتغل بالكلينيكال براكتس هنتعرف عليها ان شاء الله بالمستقبل الان مجرد ناخذ فكره يعني فكره عن المصل احنا من عرفنا اساسا الاكشن مال هاي المصل انه هي تثبت السكابيولا وتسوي لها روتيشن ايضا تثبت السكابيولا مثلا انا من قلت يعني من اريد ارفع واوزان عاليه من مثلا اريد احرك يعني البونز اكو مصلز تشتغل انه تثبت واكو مصلز هي اللي تسوي المين اكشن مثلا انا عندي هاي انه قاعد ادفع اوكي هاي المين اكشن اللي قاعد تسويها نفرض جدلا هسه اكو جدل هم اعتقد على هذا الشيء ولكن البكتورالس مينجر هي اللي قاعد تسوي هاي الحركه اللي هي المين اوكي السيريتس انتيريور هنا شغلها شنو انا من قاعد ادفع هيجي من قاعد ادفع هاي قاعد يصير ضغط على السكابيولا قاعد يرجع لورا السيريتس انتيريور وظيفتها انه راح تثبت مكانه هاي النقطه مثل ما قاعد نشوف if the muscle is acting normally several digitations of the muscle can be seen and palpated يعني نقدر نشوفها ونقدر نسوي لها palpation بسهولة إذا كانت السيراتس anterior شغالة ما بها أي مشكلة أوكي إذا ما كانت شغالة يعني معناتها ماكو contraction يعني معناتها شنو معناتها أكو مشكلة أوكي أكو مشكلة بهذا المعنى عندنا طبعا مثل ما قاعد نشوف بهذه الصورة هذه الصورة راح تلخص لي تقريبا كل اللي قلته من البداية للنهاية طبعا هذه هي جزء من البكتورالس ميجر اوكي وهذه ايضا جزء هذه طبعا البروكسيمال اتاتشمنت او البروكسيمال سيجمنت وهذه الديستال سيجمنت فقاعد نشوف انه احنا قاصيها يعني هذه ايضا جزء يعني قاصيها ما اعرف ليش تركيها هنا يعني الفاشة هي اللي مثبتتها طبعا عندنا هنا هذه اللي صايره وراها ديب الها هاي العضله
اوكي مثل ما قاعد نشوف هي البكتورالس ماينر. طبعا هذه العضله من نانا هاي راح تكون هي السراتس انتيرير، وعندنا طبعا هذه السب اكليفيوس ماسل، هذا الاكزيلري فين، وطبعا ذا هاي البريكيال بلكسز بعدها راح تعرف عليها بشكل دقيق اكثر. اوكي لانه شوي شوي يعني شوي شوي هاي كل الافكار اللي حبيت او اللي كان لازم اوصلها عن ذني الفور ماسلز، المسلز اوف بكتورال ريجن او البكتورال ماسلز او الانتيرير اكسيو ابندكولار ماسلز. طبعا اتمنى انه ما طولت عليكم، اتمنى انه كانت هذه المحاضره يعني ادت الغايه الاساسيه من عندها، ولكن يبقى انه مهما حضرتوا انتم من محاضرات، مهما شفتوا من اشياء، لازم تبقى تراجع. والاناتومي المشكله الاساسيه بي انه انا استخدمت هاي المعلومات. الاناتومي يعني احسه صراحه سهل الحفظ، سهل انه تحفظه، سهل انه تعرف يعني تفهم الاناتومي، سهل انه تفهمه وتحفظه، ولكن المشكله انه راح تنسى. كيف حتى انت حتى تقاوم النسيان لازم تقعد دائما تتذكر، دائما تخلي بالك انه انا درست ماده، شنو اللي درستها. انت وقاعد تمشي فتحت الباب، كيف فتحت الباب؟ اتخيل انه هاي المصلز اللي فتحت هاي الباب من هي اصلا. انت دفعت مثلا، دفعت فد شيء، اتذكر انه البكتورالس ماينر هي اللي قاعد تدفع. انت مثلا سويت يعني مثلا يعني اضطريت انه ردت تجيب فد شغله شوي بعيده عنك وسحبت، تخيل هاي اللي راح تسحب منه. اوكي اللي هي يعني البكتورالس ماينر هي اللي راح تسوي بروتروجن. اوكي وايضا البكتورالس ماينر ايضا راح تسوي ماينر والماينر ايضا راح يسوون بروتروجن للسكابيول حتى تقدر تجيب الشيء البعيد. هاي الفكره. فانت دائما حاول تتخيل، دائما تذكر انه الاوريجن والانسرشن مالتها وين، الريليتيف بوزيشن مهم. انه تفكر مثلا يعني انا مثلا اذا كانت البكتورالس ماينر، اوكي البكتورالس ماينر هي من الاسترنم مغطي الاسترنم والكلافيكل وجايه لللاترال ليب، اوكي لاترال ليب اوف بايسيبيتال جروف، البكتورالس ماينر جواها، هل من المعقول ان البكتورالس ماينر تتصل مثلا ب مثلا بالربس الثانيه جاي منك؟ لا ما معقوله. اوكي فبهي الطريقه يعني انت تطي احتمالات وتستبعدها، اوكي حتى تتذكر، يعني تتذكر مجرد انه حتى تتذكر. هاي الفكره يعني هاي الفكره الاساسيه. فحاول دائما يكون عندك فيجواليزيشن، تتخيل شنو المسلز شلون مرتبطه، شلون مرتبطه مع بعض من خلال الصور. لازم تشوفوا هاي صور، لازم يعني هواي هواي صور لازم تشوفهن، هذا الشيء جدا مهم، حيساعدك جدا. وهذه هي اول محاضره عن المسلز، راح نتعرف بعد على محاضرات وراح يكون اكو فيديوهات مراجعه. فاذا تتابع وياي راح احاول اوصلك للنقطه اللي تقدر تسوي بها فيجواليزيشن، ولكن انت ايضا لازم تقرا، ما ينفع انه بس تحضر محاضرات، لازم تحط المسلز وتقعد تباوع بيه، تحط على قد دكتور رمضان تقعد تتغزل بيه رجاء بهذا المعنى. طبعا عندنا اخر شيء اللي هو راح يكون ال طبعا اكو سوري طبعا اخر شيء عندنا هذا الجدول. اوكي يلخص كل اللي قلته ببساطه، هذا الجدول هو يلخص كل اللي قلته، يلخص ان البكتورالز ماينر والاوريجن والانسرشن والديستال بروكسيمال اتاتشمنت والانرفيشن والمين اكشن، يلخصهم كلهم. اوكي ولكن كان ضروري انه هذا الصور، كان ضروري انه يعني واحد يشرح، انه ضروري انه بالاناتومي، بدايتك بالاناتومي لازم واحد يشرح لك، بس بعدين راح تدرس زي ما راح تتعلم، راح تعرف شلون تسوي فيجواليزيشن، تعرف شلون تقرا، بعد ما تحتاج واحد يشرح لك صار انت تقرا الاناتومي لوحدك. وهذا كان كل شيء، اتمنى لكم التوفيق ونلتقي بمحاضره اخرى.